لا انا في ديزيسي كان تجربه على مستوى احنا المزارع النموذج تاعنا على مستوى المراكز التقنيه درنا بعض يعني ديزيسي سي سون كونكليون يعني ما كان اي اشكال. عندنا دي سومونس ديالنا مي ايفيدامون لازم نطوروهم شويه على مستوى مراكز البحث. كان فيه كذلك بعض المستثمرين سواء خواص يعني وطنيين او من الخارج يعني قدموا لنا ملفات ورحنا في ماشي في قيد الدراسه لان كلش راه مسطر، ولكن بالنسبه لتوفير العقار الفلاحي على مستوى سواء الهضاب العليا او على منطقه ولايه الجنوب يعني ما فيش مشكل يعني رانا ان شاء الله نتلقوا.